تجي بالوقت زاد انا مبدل وعد الله برضه لسه المدارين يا يعني. وتبالي بيك اللي فيها يا بيه صباح النور للجميع، إن شاء الله نهاركم زين. أسعد ليا من يوم 3/12 ديسمبر في يوم 23 كالعادة دورة في مرشطة رفح حفوظ مع آخر الأسعار بالرول غريب. قديش طماطم؟ طماطم دينار. ايه الدينار؟ والفلفل؟ الفلفل 2800. 2800 هذا. وذا؟ 2800. والبطاط؟ 16 مليار رخيصة شوية. هذا قديش به؟ 5.5 القراعة. دينار. والبصل الربطة نتاعه قديش؟ ربطتين ب 15. ربطتين ب 1500؟ ربطتين في ربطة. ربطين ب 15 قداش الربطة؟ 400 ربطة. سبناخ مرشين 600 400 سلق معدنوس كرافس والبصل 800 اليوم 3 كالعادة. قلت نعم نكملوا دور هنا 12 ديسمبر. البطاطا قداش؟ 18 والسفناريا والبصل عندك هنا شنو؟ ربطة قديش؟ 2000 سفناريا دينار بالبيع 15 نفر 2500 بس لا بصل 2200 وهذا بقلوطي 2500 و كيلو ب 2000 كرم بس والقراع 2500 والبروكلو بروكلو 2500 باهي. الفولة عندك يا سيدي وتعال قداش كيلو؟ 2500 الفولة 2500 سي الفول. والقارص؟ قارص 2000 قارص 2000 وجلبانة هذا؟ جلبانة 5000 باهي. والخيار هذا؟ خيار 6000 بدنجان؟ رجعوا البلي قصر بدنجان 2500 بدنجان 2500 جلبانة 5000 والفول الفلفل هذا؟ العربي هذا نتاعنا هذا قداش كيلو؟ 3000 وطماطم؟ طماطم 12100 والمسكي وغادي مكيف 3.5 3.5 صار لا بلا سلفي يرحم بابا. التجديد قديش هذيك؟ هذيك بلفي بلفي هنا. والفلفل هذا؟ الفلفل بالتغاليف والطماطم دينار. الفلفل العربي ب 3000 والطماطم دينار. قديش هذا؟ 3000 هذا. قديش ربط البصل والسفناري؟ البصل بدينار والسفناري 1500 واللف اللف ب 2000 ربط ربط ب 2000 ربط. نجور صباح خير. هذه بتاع القروين ب 2000 والرمان خمسة غالب دينار. وحلو عنصك كده شبيه ونص. وفي حدود ثلاثة خمسة. ثلاثة وخمسة تفاح. هذه شنو القصاص؟ 3000. 3000. 6000 لنزاز. لنزاز ب6000. كورة كبيرة. 2500 ونص. والدقلة. تفاح 4.8. تفاح 4.8 هذا كه. 10.5. 10.5 والبنان برا. بنان 10.5. نمش عم يصير بنان نمش. عم نمشي كاليتي بيا. علوش 38 برشني 34 بقري 30 مش الحر هذا 16.8 ورطة بحرية ذي بحرية لروجينا 18 دينار